يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت. صباح الخير مشاهدينا، واهلا بكم. يوم جديد وحلقه جديده وصباح الصحه والجمال. النهارده يوم الخميس 11 فبراير 2021 و29 من جماد الاخر 1442. كل سنه والامه الاسلاميه كلها بخير ان شاء الله. اول رجب هيبقى يوم السبت اللي جاي باذن الله. يا رب كده دايما ايامنا تكون سعيده وراحه بال، واهم حاجه الصحه طبعا. شيء جميل جدا لما تكون بلد شقيقة عملت إنجاز جميل ومبدع في حد ذاته. طبعا مبروك للشعب الإماراتي والدولة الإماراتية على وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ. ده إنجاز عظيم في حد ذاته، انطلاق أول دولة عربية بتنطلق أو بتعمل مشروع جميل وعظيم زي ده، زي انطلاق مسبار الأمل أمل في الإنجازات العظيمة دي. بنشكرهم جدا وألف ألف مبروك ليهم. طبعا طبعا دايما بتقدم الدولة الإماراتية بالإنجازات العظيمة، وإن هي دايما أقول هي دولة التسامح وهي دولة المحبة والسلام. وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ ولو كوكب الأحمر شيء جميل في حد ذاته، ومبروك للشعب الإماراتي ومبروك لكل طاقم العمل القائمين على المشروع والإنجاز العظيم ده. طبعا كانت لحظة فظيعة وجميلة وكل العالم كان بيستناها، لحظة وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ. طيب هنا ليه كوكب المريخ؟ اشمعنى كوكب المريخ؟ لأن كوكب المريخ كان من مليارات السنوات كان في مية وكان في مسطحات مائية وكان في غلاف جوي، ولكن فترة اختفى طبعا، فعشان كده اتجهوا إلى كوكب المريخ. مبروك للشعب الإماراتي على الإنجازات العظيمة ومسبار الأمل اللي وصل للمريخ. ألف ألف مبروك، شيء جميل وإنجاز عظيم. مشاهدينا الفقرة الثانية وهنتكلم عن التغذية. التغذية قد إيه شيء مهم جدا جدا في حياتنا، خصوصا كمان في فترة الكورونا اللي احنا فيها دلوقتي. لازم نحافظ على التغذية المظبوطة، ولازم ناخد بالنا كويس قوي كمان من غسل إيدينا ويكون في تباعد اجتماعي، لأن الفترة اللي فاتت دي زادت حالات الوفيات وكمان حالات الإصابة زادت كمان. بس لازم ناخد بالنا ونعمل إجراءات الاحتياط. التغذية شيء مهم جدا جدا في حياتنا. النهاردة هنتكلم عن فاكهة الكيوي، وفاكهة الكيوي قد إيه مهمة جدا ومفيدة. تعالوا نعرف ليه لازم كل شخص مننا وكل إنسان يأكل فاكهة كيوي واحدة حتى في الأسبوع أو في اليوم، قد إيه هي مفيدة جدا لصحتنا. تعالوا نشوف مع بعض قد إيه هي مفيدة جدا. طيب نكون اللي هتعرفنا اكتر كمان الدكتورة أمنية فوزي اخصائية التغذية. تعالوا نعرف مع بعض. اهلا بحضرتك الدكتورة أمنية. صباح الخير يا دكتورة أمنية واهلا بحضرتك. اهلا اهلا. طبعا دكتورة احنا في الفترة دي صعبة جدا علينا، بقالنا سنة طبعا بنحاول ان احنا نتغذى كويس لان نقوي جهاز المناعة بسبب فيروس كورونا. ففي البداية احنا كنا هنتكلم عن فاكهة الكيوي. فاكهة الكيوي قد ايه مهمة ومفيدة جدا، ممكن حضرتك تدينا نبذة مختصرة عن فاكهة الكيوي؟ طبعا هي فاكهة الكيوي من فواكه المفيدة جدا، خاصة الفترة دي ناس كتير قوي ما تعرفش ان فاكهه الكيوي فيها تقريبا فيتامين سي يعادل اضعاف اللي موجود في البرتقال وفي الليمون، فهي مفيده جدا، بتقوي المناعه غنيه بمضادات الاكسده، بتساعدنا ان احنا بتقوي مناعتنا وبتقاوم الامراض زي الالتهابات والسرطان، فهي من الفواكه المفيده جدا جدا وليها قيم غذائيه عاليه جدا.
شيء مهم جدا يا دكتورة. ربنا مدينا فاكهة جميلة، ولازم ان احنا يكون عندنا وعي وفكر برضو في كل فاكهة، كل نوع ممكن يضيف لنا ايه كمان. طيب دكتورة، احنا عايزين برضو التغذية السليمة المطلوبة كمان للأطفال في الفترة دي، خصوصا احنا في فترة الشتاء، في فترة الشتاء، وعايزين نغذيهم شوية بخصوص كمان فيروس كورونا اللي لسه متواجد معانا. طبعا بصي، الفترة دي مهمة جدا لينا سواء أطفال أو كبار، إن احنا نهتم بالتغذية السليمة لينا. ربنا سبحانه وتعالى خلق كل نوع من أنواع الخضار والفاكهة فيه فيتامينات، دي فيتامينز ممكن تفيد جسمي ومختلفة عن التاني. فالفترة دي أنا لازم أهتم أوي أوي بالخضار والفاكهة. لازم كمان أحاول أهتم على قد ما أقدر بالفاكهة اللي فيها فيتامين سي، زي ما قلنا فيها الكيوي والبرتقال، الفلفل الأحمر، الحاجات دي كلها مفيدة جدا ليا. الزنك احاول ان انا ازود الحاجات اللي بتمد جسمي بالزنك، من اهمها العدس مثلا، من الحاجات المفيده جدا ليا، وبما اننا في الشتاء شوربه العدس مشهوره كمان في الفتره دي. برضو الفواكه زي ما قلت مهمه جدا، شرب الماي المهم قوي قوي، البروتين، المنتجات الالبان زي الزبادي، الحاجات دي مفيده جدا جدا الفتره دي، بتساعدني ان انا اقاوم حاجات بقى دي مضادات حيوية كده طبيعية. أولا طبعا العسل مهم قوي بالذات للأطفال، طب فلو العسل، عندي مثلا الطفل العسل يا دكتورة أمنية، الأسود ولا الأبيض؟ هما الاتنين الأبيض مهمين. ممكن يبقى في حديد أكتر، بس الأبيض هو يعني من المضادات الحيوية الطبيعية، إنه حتى بيقول لك لو حطيتي معلقة عسل على مية، المية بتاخد من خصائص العسل. فلو نشرب مثلا أطفالنا معلقة عسل مضروبة في مية، دي تبقى مفيدة جدا عريق للمناعتهم. كده يا دكتورة أمنية يبقى جميل جدا. وكمان العسل الأسود حديد، اللي مفيد عندهم جدا أنيميا، للحديد بالظبط. فالعسل الأسود طبعا يعني اللي عندهم أنيميا ممكن ياخدوه ويقويهم شوية طبعا. بالظبط. برضه الثوم مهم قوي، هو حي طبيعي، فممكن حتى نحطه على السلطة، نحطه على أكلنا واحنا بنتبل الأكل، واحنا بنعمل الأكل مستفيد من الثوم. الزنجبيل والكركم من التوابل المفيدة جدا، واللي تعتبر مضادات حيوية طبيعية. فلو نحاول إن احنا على قد ما نقدر نزودها في التبديلات بتاعتنا، أو حتى في دلوقتي المشروب اللي هو بتاع مشروب المناعة، يبقى عبارة عن زنجبيل وكركم محطوطين عليهم لبن، وممكن نزود عليهم قرفة وعسل وليمون، فده يبقى هايل لو نقدر طبعا من الأطفال، لأن هو طعمه ما بيبقاش وحش عشان عليه لبن، فيقدروا إن هم يشربوه ويستفيدوا منه طبعا. طبعا شيء مهم جدا، واهم حاجه ان احنا نغذي اولادنا، خصوصا ان هم اتعودوا يا دكتوره امنيه على الاكل السريع والاكل الجاهز، فده قد ايه بيأثر على صحتهم وعلى الجهاز الهضمي كله فيما بعد. طيب دكتوره، اللي عندهم امراض مزمنه حضرتك تنصحيهم بايه ان هم يعملوا لنفسهم نظام غذائي يومي؟ بصي، زي ما قلت لك لازم نهتم جدا بان احنا ناكل الحاجات اللي تحسن من صحتنا، نبعد تماما عن السكريات والدقيق الابيض، هو ما فيهوش اي فايده لجسمي، بالعكس دول بيؤذوه. نحاول على قد ما نقدر حتى لما بناكل نشويات، ناكل نشويات اللي هي معقده زي البطاطا، الفريك، الحاجات اللي معموله بالدقيق القمح الكامل، دقيق الشوفان، دي حاجات اكل ليا وجسمي. الخضار والفاكهه دول اساس اي حاجه، اكتر حاجه بتقوي المناعه، يعني الفيتامينات اللي احنا بناخدها هي اصلا عباره عن الفيتامينات الموجوده في الخضار والفاكهه، فلو انا خدتها من الحاجات الطبيعيه اللي ربنا اديها لي، جسمي هيستفيد بيها اكتر. طبعا لان الحاجات الطبيعيه احنا في بلدنا موجوده طبيعي، وعندنا الزراعه قد ايه جميله طبعا، وكل حاجه بتبقى اورجانيك وطبيعيه غير اي دوله تانية، فدي نعمه جميله جدا عندنا طبعا. طبعا يا دكتوره امنيه. حضرتك عايزين بقى برضو يبعدوا عن ايه يعني في الفتره دي، ايه الاكلات اللي حضرتك تنصحي بيها ان احنا نبعد عنها تماما ونتجنبها؟ بصي طبعا الفاست فود، الوجبات السريعه اللي بناكلها من بره او الجانك فود، ده انا بعد عنه تماما، لان هو مش هيفيدني. زي ما قلت لك السكر، الحاجات اللي هي الكيكات دي، الحاجات بقى اللي هي الدونتس، الحاجات اللي هي معموله بقى من سكر على الاساس، السكر اصلا بيزعج مناعه الجسم، فنحاول ان احنا نبعد عن السكر الابيض تماما، نحاول نبدله زي ما قلت بالعسل، بالعسل الحاجات اللي الابيض. بتفيد بالسكر.
طبعا بنحاول على قد ما نقدر نرسم كل انواع الخضار اللي موجوده دلوقتي، بما اننا اصلا في الشتاء، ففي من انواع الخضار الكويسه جدا طبعا مليانه بالالياف ومفيده ليا، زي طبعا في يا دلوقتي دكتورة بقى أمنية، موجود الخضروات الزعفران. طبعا والخضار بيبقى مفيد جدا، وكمان عندنا هنا التغذية كتيرة، ويا ريت ان احنا يكون عندنا وعي ونفهم قوي في الموضوع التغذية ده. بشكر حضرتك جدا دكتورة أمنية فوزي، أخصائية التغذية، بشكرك جدا على المعلومات القيمة والجميلة دي. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع دكتورنا اللي مشرفنا النهارده في الاستوديو، الدكتور سمير عنتر، استشاري الحميات والكبد ومدير مستشفى حميات إمبابة الأصبغ. نروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا. ورجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معاكم صباح الصحة والجمال، واللي مشرفنا النهاردة معانا في الاستوديو الدكتور سمير عنتر، استشاري الحميات والكبد ومدير مستشفى حميات إمبابة الأصبغ. أهلا بحضرتك أهلا بيك دكتور يا أستاذتنا، سمير، شرفتنا والله. أنا سعيد بلقائي مع سيادتك باستمرار، ربنا يخليك. ميرسي، وحضرتك دايما بتنورنا وتشرفنا بمعلوماتك القيمة والجميلة. شكرا يا فندم. أشكرك يا دكتور سمير. طبعا في الفترة الأخيرة لسه كورونا، لسه في تطورات وفي تحور والموضوع بقى خارج عن إرادتنا شوية يعني، ولسه في حالات وفيات وإصابات لغاية دلوقتي. عايزين نعرف من حضرتك إيه هي آخر تطورات فيروس كورونا في مصر؟ حاضر، شكرا لسيادتك، شكرا للصحة وجمال قناتنا الأصيلة من زمان يعني، شكرا. وكل الزملاء فيها وكل العاملين والإدارة. وطبعا الموضوع ما زال يعني لايف زي ما بيقولوا، موضوع كورونا ما هوش موضوع تاريخي ولا موضوع هامشي، لا ده موضوع ما زال حي وما زال برضه هم الناس الاكبر، لانه مأثر على اقتصاد العالم كله، موقف حال الدنيا كلها وما زال. ده غير برضه المشكله بتاعت الرعب والقلق اللي ما زال عند الناس كلها مع الاسف الشديد. لكن احنا بدأنا التنويه عن كورونا بالحالات اللي اول حالة في مصر في نفس التوقيت بتاع النهاردة. ايوة صح يا دكتور، السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت. اه. وكان يمكن برضو ليا لقاء مع سيادتك اول ما كنت راجع من السفر من بره، برضو كنت سيادتك مشكورة اول يعني من نوه الى اهمية ان احنا نعمل نوع من يعني توعية. الالقاء الاعلامي والاضاءة للموضوع والتعريف به بشكل قوي. وده شيء طبعا شكري فيه لحضرتك وقناه الصحه والجمال في المبادره المبكره من قبل ما تبقى الدنيا كلها غرقانه، لان كان الموضوع دوت برضو في يعني قراءه من سيادتك انه في شيء مهم جدا ثقيل ممكن يحدث وحصل فعلا. اشكرك. النهارده بعد سنه الارقام كانت متصاعده لغايه شهر 4 أو 5 أو 6 اللي انفجرت فيه المشكله بتاعت كورونا في العالم كله وفي مصر بالذات بعد ما موضوع نهاية شهر رمضان الكريم والزحام اللي كان موجود جواه، وكان في نوع من يعني الذعر العنيف والحالات الشديدة والارتباك الطبي والارتباك لكل المسؤولين في العالم، تصريحات من الله يمسيه بالخير أبو حنان ترامب بأن احنا ملناش دعوة بالقصة دي والصين تتصرف مع نفسها وهم اللي جابوا اللي مش عارف العفريت ويصرفوه، وناس تانية تقول يعني الدول الفقيرة هنحاول نساعدها، وبعدين فجأة لقوا ان النار اشتعلت فيهم هما كمان واصبحوا، بل بالعكس حتى الان اكتر حالات يوميا في الولايات المتحدة الامريكية واكتر حالات وفيات في الولايات المتحدة الامريكية. ده قدر ربنا سبحانه وتعالى، ولكن هم هامشوا الموضوع وهو الضر اكتر ناس اتضروا فيه برضو. فاسباب كثيرة في ليه حصل وليه ما حصلش وليه ما زال بيحصل. لكن الان في النهاردة 11 فبراير 2021 الحالات بتتناقص على مستوى العالم كله في الرصد بنسبة تتراوح بين 15 لـ25%، ده رقم كبير جدا في التحسن. وحالات الوفيات كذلك بتتناقص جدا 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 في معظم العالم، ما عدا بؤر بسيطة في 5 6 دول ما هماش برضو دول قليلة، دي دول من أوروبا وأمريكا الشمالية وخلافه. فهنا برضو الكلام يعني زي ما بنقول إيه، الغلابة ربنا معهم يعني ساترهم من عنده. فما فيش حالات ما سمعناش مثلا عن كارثة حصلت
في أفريقيا من الكورونا. ويعني الدنيا كلها في وادي وأفريقيا السعيدة في وادي تاني، ويمكن الدولة الوحيدة اللي عليها إلقاء في عملية الحالات والتنوع بتاع الفيروس فيها اللي هي جنوب أفريقيا. تمام. اللي هي برضو تعتبر غربية يعني بشكل كبير. لكن معنى كلامي دلوقتي أني بقول لكل مستمعينا عبر قناة الصحة والجمال أنه إن شاء الله في خلال شهرين ثلاثة هيكون موضوع كورونا ابتدى يغلق تدريجيا حتى ينتهي بإذن الله. في مصر يا دكتور سمير؟ في مصر أولا. في مصر أولا. في مصر أولا وفي العالم بعد كده. يا ريت. دي موضوع جميل وبشاره حلوه قوي للمشاهدين، لان بيحصل دلوقتي ان كمان الناس دخلت في حاله نفسيه، والاقتصاد طبعا اثر علينا جدا. الحاله النفسيه شيء مفهوم. والاقتصاد اتضرب ضربه رهيبه. وعن قصد وعن عمد، وده مش موضوعنا، ده موضوع طبعا كل الاقتصاديين والسياسيين عارفينه. لكن احنا بنقول تاني واكرر ان شاء الله ان شاء الله على رمضان اللي جاي، يعني بكره اول رجب، شعبان، رمضان، على العيد الصغير اللي كان السنة اللي فاتت كئيب نتيجة الحالات الشديدة جدا جدا، هيكون عيد بإذن الله سعيد. المستشفيات إن شاء الله، المستشفيات في مصر وفي العالم كله ابتدت الإقبال عليها يبقى أقل، ده العدد. الحالات العنيفة الشديدة اللي كانت الناس بتجري تشيلها وتدور على إسعاف وتكرم تكرم تكرم والحقونا وإس أو إس ومفيش إسعاف ليه ومفيش مستشفيات مش عارف إيه ومحدش بيرد على التليفون والناس بتصرخ، لا، النهارده المستشفيات فيها اماكن فاضيه. الحالات الحرجه بنتعامل معاها دلوقتي بنوع من الخبره المتراكمه، بقى لنا سنه بنتعلم يعني ايه هو كورونا كاطباء في العالم كله، فما حدش عنده عذر يقول يعني ايه بقى كورونا وناخد ايه ونديله ايه. ده يبقى المفروض ان هو يتحكم. احنا سنه بنتكلم في الموضوع ده، فالناس كلها بقى عندها وعي. بالظبط. فالدكاتره ما كانتش عارفه في الاول وعندهم عذرهم، لان شيء غامض جاي من المريخ مثلا، كوكب تاني كان بعت لنا حاجه، لا خلاص اتعرف وتحدد هويته وبيتعالج ازاي ونتنبأ بالمشاكل ازاي وايه هي المشاكل المحتمله، وعشان ما تحصلش لازم نعمل كذا كذا كذا، واللي ما يعملش. وفي ناس برضو جالها الفيروس وقعدت في البيت واتبعت الادويه المناسبه ليها. واحنا يعني عندنا تغذيه جميله في الفاكهه وفي الخضار وكل بالزبط. حاجه، فشيء بالزبط. جميل. الجو بتاعنا جو كويس جدا الحمد لله. الاكله بتاعتنا المفضله اللي بتتباع على عربيات الصبح اللي هو الفول، هو ده الزنك اللي بيدوروا عليه. كيلو البرتقال ب 4 جنيه، هو ده فيتامين سي اللي كانوا بيتخانقوا عليه في الاجزخانات وبيطلعوه كده من تحت الدرج. كانه دربكه. طب دكتور سمير دلوقتي فضل. اللقاحات بقى دلوقتي ايه اللقاح ايه اللي وصل مصر والناس بتاخده ازاي ومين اول الاشخاص ياخدوا اللقاح؟ اللقاح هو الحل الاصيل في عمليه الفيروسات. اللقاحات المعروضه في هذه الفتره عشان كورونا لقاحات استثنائيه اتعمل لها التجارب بتاعتها على عجل باستعجال نتيجة ان في نوع من المداهمة تسونامي للعالم كله ما بنشتغلش واحنا مرتاحين وحاطين رجل على رجل زي اللقاحات التانية بتاعت زمان، وبنقعد نجرب فيها سنين لغاية لما نتأكد انها سليمة قوي وكويسة قوي، وننقي بقى الاحمر واخد ده، لا دي بقى معطوبة، لا دي معوجة، لا ما كانش عندنا الرفاهية دي. فحصل ان في عندنا 4-5-6 لقاحات في العالم، الهند وامريكا واوروبا وروسيا والصين وهكذا. والله احنا بنقول دايما للناس وبنقول الجمله اللي بيستمر في كل لقاء، اي لقاح في الدنيا، اي دواء في الدنيا لازم يكون زي ما هو فعال بالقطح بدرجه او بدرجات متفاوته، لازم يكون اولا امن. فالقصه دي بتجتمع في اللقاح الصيني والروسي بشكل كبير جدا جدا. بقى اللقاحات عليها ديبيت وعليها نوع من الأسئلة الكتيرة، والناس برضو بترفض هذا وبتراجع ذاك. إحصاءات بتنزل إن في مش عارف 30 واحد توفوا من اللقاح الكذا من الغرب، أو 35 واحد مش عارف أصر لهم إيه، أو نسبة كبيرة كذا. لكن هنا في مصر يا دكتور، فإحنا اللقاح الصيني اللي إحنا جبناه اللقاح الصيني الدولة اعتمدته على اعتبار إن إحنا أساسا كنا مشاركين في بدايات الترتيب لاستخراج هذا اللقاح في المصل، واللقاح عندنا جبنا يعني عملنا إعلان في الميديا عن إن عاوزين نشوف ناس نجرب فيها اللقاح هيكشف عليهم، هيبقى لهم أولويات في أخذ اللقاح ويبقى لهم مكافآت معينة بالنسبة لغيرهم وهكذا. فدخلنا في الأبحاث فأصبح كان لنا الأولوية إن إحنا ناخد اللقاح الصيني بما ان احنا كنا مشاركين معاهم، وطبقا للبروتوكول المصري الصحي الصيني اللي هو موجود اتعامل مع زياره الدكتوره الوزيره
في بداية الأزمة لما سافرت زمان من حوالي سنة ومعها بعض المسارات الرمزية، زي كذا بخش على ستك البيت مثلا معايا تورتة صغيرة، لكن في موضوع مهم هنتكلم فيه. فاتكلمنا في ان موضوع التعاون الطبي والتعاون الصحي، وازاي نبقى نتبادل المعلومات، وازاي ان احنا نبتدي نشترك مع بعض في استخراج اللقاح، وخرج اللقاح الصيني بدراسات مصريه صينيه، وبان هو يعني لحد ما اكثر امنا من باقي اللقاحات، وبالتالي خدنا الموافقه الصحيه والسياسيه عليه على اعتبار ان هو الافضل، وخصوصا ان هو كمان في نوع من البروموشن زي ما بيقولوا في ان هما يجي لنا دفعات مبدئيه، ويجي لنا دفعات باسعار رخيصه، ويجي لنا دفعات مجاني وهكذا. والله منظمه الصحه العالميه عملت مؤتمر لسه بتتكلم على الموضوع ده، ان اللقاحات لازم تتوزع مجانا على العالم زي الامراض اللي جت قبل كده الايدز واتش 1N1، فيعني لسه بنتناقش في الموضوع ده. ولكن اللقاح امن دكتور سمير، وان شاء الله اللقاح الصيني كويس جدا هنا في مصر، والناس بتتبع ان هي الاجراءات ويكون عندها وعي. اكيد. طيب الاكثر عرضه يعني هم اللي ياخدوا اللقاح، والجرعه ايه؟ يعني مبدئيا وعقليا وانسانيا ومهنيا وضميريا، المفروض الناس اللي هي فش المدفع هي بتطعم الاول يعني. يعني هطلع ناس علشان يصطادوا الذئاب من الغابه، يبقى دول اول ناس هيبتدوا يطعموا ضد عضه الكلب والذئب، مش هنطعم كل الناس يعني اللي ليها دعوه ملهاش دعوه اللي حوالين الغابه، تمام؟ واحنا كذلك هنا في بالنسبه للموضوع، مين اللي بيخش؟ مين صيادين الذئاب في هذه المعركه؟ مين الجيش الابيض؟ مين الجيش اللي في المواجهه؟ اطباء والجهات الصحيه بالدرجه الاولى. فدول ليهم الاولويه، وطريقه الجرعات تتخذ الاطباء في اماكن معينه، اولا المستشفيات العاجله ثم المستشفيات العامه كلها وهكذا. وبعدين بنشوف بعد كده الناس المسنين اللي هم بيقدموا ابلكيشن محتاجين ان هم ياخدوا بتاع، بنشوف الابلكيشن بتاعهم ده ونكشف عليهم ونديهم المصل لو فيش مشاكل مجانا. ويبقى هنا الرئيس والقيادة السياسية، يبقى في تخطيط يا دكتور طبعا. قالوا ان في 35 مليون جرعة جاهزين جاهزين. يعني ايه؟ يعني احنا متفقين اتفاقات عليهم. بس احنا طبعا مش هجيب انا 35 مليون هوقفهم طابور في مصر الصبح وطعامهم في يوم واحد طبعا، فهياخدوا وقت شوية، لكن هنبتدي. وان شاء الله زي ما قلت في الاول انا متفائل، انا ابشر، انا ان شاء الله اقول ان 2021 غير 2020، وادعو الناس كلها انها تبقى عندها نوع من الهدوء النفسي، ومع استمرار الحذر بان احنا التباعد والحفلات والحاجات الزحمه نبتعد عنها بقدر الامكان الثلاث شهور الجايين، وبعد كده عيدوا براحتكم، كل سنه وانتم طيبين. ونرجع تاني لحياتنا الطبيعيه. وميرسي جدا يا دكتور سمير، يعني على التفاؤل والاشياء الجميله ومعلوماتك القيمه، دايما بتنورنا في الاستوديو. وجودك دايما يكون في تفاؤل يا استاذ. ميرسي. ربنا يخليك. دكتور سمير عنتر، استشاري الحميات والكبد ومدير مستشفى حميات امبيبا الاسبق، اشكرك جدا. شكرا لك يا فندم. ميرسي. مشاهدينا، يا رب تكون الحلقه عجبتكم النهارده، ودايما يكون عندنا تفاؤل وامل، واللي جاي احسن ان شاء الله. استنونا الخميس الجاي، وصباح الصحة والجمال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما